يلا بنضربك كفين ثلاثة لأن سوريا من سكتها كلنا بشر لك كلنا بشر فهذا كنت مخطوفة يومين عادل الفنان اللي خطفتني والفنان آدم أخذني بسياسة لعنده أساس بده يحكيني أخذني فوتنا على الصبر اللي بده يجيب غراض وبلش يضربني بس يا فنان آدم أنا ما رح أسكت عن حقي وهيدا الضرب اللي ضربتني رح تدفع حقه ما تقربي صوبي لأنه أنا بنت مجنونة